السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة الجزائر فوت، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنساوش دعمنا بالاشتراك اللايك والضغط على زر التنبيهات باش يجيكم جديدنا في كل وقت. في حلقة اليوم جيت نتكلم عن كلام أو ممكن نعقب عن كلام بيكنباور الغفلة، أنا سميه بيكنباور الغفلة اللي خرج در كلام وقال وقال وقال. اليوم نرد عليه، واللي حاب يدير فتنة بين اللاعب المحلي واللاعب المحترف اليوم راح نعطيه مثال بسيط، ومن خلاله كذلك راح نرد على الشعبويين اللي كانوا حابين يحطموا المنتخب الوطني واللي رم يقوموا بحملة مسعورة سواء في بلاطوهات سواء في قناة الهداف، قناة النهار، قناة البلاد، كامل القنوات الرياضية. حملة مسعورة، كل واحد شد في لاعب نتاعو والمنتخب الوطني راح للواد من المنطقة راح. كذلك نتكلم عن المحللين اللي راهم يخرجوا لنا في بعض الدول العربية يديروا مقالات شعبوية، لأنهم والفوا الشعبوية، والفوا أن المنتخب الوطني يمشي بالشعبوية. لما جانا مدرب محترف يمشي بالمسطرة وموش متعاطف، موش دبلوماسي، وكذلك ماهوش عاطفي ويقدم مصلحة المنتخب اللي راه يدربو على مصلحة الأشخاص، لأنه يعرف كرة قدم. لكن مدربين شعبويين يدخلوا في باب الشعبوية باش يغطوا فشلهم التكتيكي اللي يطول ولا يقصر يبان، لأنه ما يدوم إلا الصح. اليوم جيت نتكلم لكم عن كلام بيكنباور الغفلة، ما راش نتكلم عليه اليوم لأنه تكلمنا عليه، لكن خلوه على جهة الكلام كله اللي قال. والآن من خلال الكلام ومن خلال يوسف بليلي اللي فشل في الترجي، أنا نقول هذو الشعبويين اللي كنتوا دايرين حملة مسعورة على المنتخب الوطني وعلى بيتكوفيتش وواحد المحلل في الهداف اللي هو بالآخر ما عجبوش الحال لما خرج بيتكوفيتش وقال هما قال محللين الهداف ماشي غير واحد كلهم، لما بيتكوفيتش خرج وقال أنه بليلي غير منضبط. الإعلام التونسي ماله راهو يقول أنه بليلي غير منضبط تكتيكيا والترجي يفكر بفسخ العقد نتاعو، وحتى أنهم طلبوا منه أنه يلقى نادي. يلا هاجموا كذلك الترجي، الترجي متأمرين ولا الترجي كرهوا بالماضي ولا الترجي مصديين ولا الترجي عصابة؟ فهمونا. الأهلي السعودي لما طرد اللاعب هل ما يعرفوش كرة قدم؟ قطر القطري، بريست، أونجي، أجاكسيو، أونجي قديمة ممكن كان ما يعرفش بأنه كان مع أونجي، أجاكسيو، فهمونا. فيا جماعة فهمونا، حتى طريقة خروجه من المولودية كيفاش كل هذا؟ بعد ما تجي تقول لي اللاعب منضبط، وفوق ذلك الآن الترجي راهم يقولوا أنه لاعب غير منضبط تكتيكيا، وهذا الشيء أنا شخصيا تكلمت في القناة نتاعي سابقا وقلت بأنه اللي راه يقول باللي بليلي مؤثر وأهم لاعب في المنتخب يجيب لنا أرقامه ويقارنهم بين أرقام بن رحمة. وأنا مقتنع تماما أنه واحد دي جي يقول لك أنه بليلي خير من بن رحمة، يا أخي لازم يعاود يقرأ كرة قدم جديد، لا مقارنة. نعم وفهمتكم المرة اللي فاتت أنه لما تجي تلعب في الماتش تاع ماتيكو تجيب لاعب فني صفر تكتيكي يبدع لك، لكن لو تجيب جوار تكتيكي يعني ما يقدرش يلعب في ماتش تاع ماتيكو، ما يقدرش يلعب، يقدرش يلعب في لعب عشوائي، لأنه لاعب تكتيكي. نفس الشيء بن رحمة، ونفس الشيء عوار، ونفس الشيء قويري، نفس الشيء بوداوي، هادو لاعبين أكاديميين تكتيكيين ما تقدرش يلعب في طريق في فريق ما عندوش خطة. المنتخب نتاعنا سابقا كان فريق من دون خطة، كان ينجح فيه بيكنباور الغفلة، رومبالي الفوق تجي البال ورومبالي شوية دم في التريكو طيح وتمرغ ورومبالي، هذا مكان، هذا بيبان. لكن لو نجو نتكلمو تكتيك كيفاش تخرج بالكرة، الكرة لما تخرج بها لما نتمرر أتمرر للاعب اللي أرياحي، هذو مكاش الشعبويين ما يهدروش على هذو الأمور. المهم قاس روحو أرمى كرة في السماء أدم سلو في تريكو، لكن أخي مستوى عالي ماندي ولا في حياته دم سلو، لكن من اللي زاد مستوى العالي يلعب في فياريال، في ريال بيتيز، في الأمر يلعب في ليل،
ناس الدم سال لهم مثلا انه بيكم باور الرافله، الدم سال له في تريك وراح ليون قال له ريحنا في ريحنا في المدرجه تفرج، راح بن رحمه ليون راه يلعب عادي والناس تصفق له، وموقع ليون يدير الصور نتاعو راه مديرين من افضل اللاعبين في ليون، يلعب مع شرقي ويلعب مع لاكازيت، يلعب مع لاعبين ممتازين جدا. وهذاك ماكي ديزي ولا كيسموه هذاك اكتشاف كاس اوروبا اليورو ليج، شوف مع مره يلعب، شوف مع مره يلعب يا جماعه. بليلي مع اجاكسيو ما نجحش، مع بريس ما نجحش، هادشي تقارني مع لاعب يلعب مع ليل او مع ليون عفوا، كونكم شويه لوجيك. السيد بن رحمه الان راه ناجح مع المنتخب الوطني مع بيتكوفيتش، وهذا الشيء اللي مش حابين يقولوه، السيد راه يسجل ويساهم ويمرر عادي. فهمونا، او بيتكوفيتش خرج لكم بليلي غير منضبط، رجل شجاع، مدرب شجاع، مدرب خدام، ما يعني موش عاطفي، يعني هو يقول كلمته وانتم اللي بغى يحرق راسه يحرق راسه، كل واحد يبكي على لانه لاعب نادي، واحد لانه يتعصب للاعب المحلي، واحد لانه جا محلي حقرو، هذا الكلام الشعب هو اللي ما عنده حتى قيمه. قولوا لنا الترجي حقرو، قولوا لنا الترجي حقرو، هاو الترجي قال لكم رايحين تخلصوا منه لانه لاعب غير منضبط تكتيكيا، لاعب ما يدافعش، لاعب يضيع كرات كثيره، لاعب ما يلعبش مع اصحابه، يعني هذا الشيء انا تكلمت سابقا، قلت لكم شوفوا المساهمه. انت كي تقول لي بلايلي كان افضل لاعب في كاس افريقيا، يرحم باباكم كاس افريقيا عندكم وجهه تهضروا عليها، عندكم وجهه تهضروا عليها، المفروض ما تقيموا حتى لاعب في كاس افريقيا، كان منتخب مشتت، منتخب تاع شوارع، تقول لي احسن لاعب في المنتخب، هذا كان هذا غير معتد عليه المنتخب، هذا ما نهضروش عليه، كان منتخب تاع شوارع. ايه ولا لا لا؟ الان مثلا نعطيكم شايبي، كليتو بيتكوفيتش على شايبي، وتوب مولر مدرب فرانكفورت يرد على بيتكوفيتش وشايبي لاعب كذا كذا، هو واش يعتمد عليه؟ من نهار اللي دار التصريح نتاعو لم يعتمد عليه ولا مره اساسي، ممكن مره واحده وخرجوه في بدايه الشوط الثاني. اليوم في مباراه الكاس واش كونفوكي اصلا؟ تفهمونا، راهو يمر بمرحله فلا، بعيدا عن السبب الحقيقي انه هو سبب انضباطي، لكن حتى فنيا شايبي ما نقولكش ما يستحقش، لانه حنا شوف باش نكونوا منطقيين، حنا ما عندناش لاعبين يلعبوا في برشلونه في ريال مدريد باش نقول لك لا ما يستحقش باش تدعيه، لكن استدعاء طبيعي وعدم استدعاء طبيعي. يعني لما ما استدعاش شايبي ما طاحش السماء على الارض، شايبي لان ماهوش ذاك اللاعب اللي لازم يعيط له صراحه. انا هذا الشيء انا بالنسبه لي طبيعي جدا، ماهوش نطرطق السماء في اوروبا ولا في المان باش نقولوا حقرو حقروش، يعيط له عادي ما عيطلوش عادي نورمال، اذا عيط له عادي يعيط له، ميم راهو يفوت بمرحله صعبه، ما حنا ما عندناش مارادونا في الفريق ناسيونال، واذا ما عيطوش كذلك عادي لانه ماهوش بيرفورما، ما نديروش يعني ليها من القبه من الحبه قبه. ولكن فنيا عاد بيتكوفيتش لم يقم بكوارث كما كنتوا تقولوا. كان يقول لك لازم يخرج يستدعي بليلي ويحتذر له، وعلاش يحتذر له؟ هو اعطى رايه، وعلاش يحتذر له؟ لانه رايه ما عجبكش لازم يحتذر له؟ لا، قلنا لكم انه هذا المنتخب الان منتخب راه يخدم بطريقه احترافيه، يعني اللاعبين التكتيكيين راح تبان اللمسه تاعهم، او غويري مجرد انه لعب معه سام سي ماتش ترشح الكره الذهبيه الافريقيه، راهو لاعب حاسم وهداف، ثاني هداف في تصفيات كاس افريقيا بعد ما كان لاعب من دون قيمه مع المدرب السابق. عوار راه لاعب حاسم مع المنتخب الوطني، راه في الفورما في الطوب، بن رحمه نفس الشيء، بوداوي حديث ولا حرج، كان خصنا تكتيك، خلوا المنتخب يخدم، وانتم ابواق الابواق المسعوره هذه اللي راكم حابين تطيحوا المنتخب الوطني، شوفوا بيتكوفيتش والله مو سامع بكم، بيتكوفيتش والله مو سامع بكم، راه يخدم في خدمته وراه يعطينا، بصح انا نقول لكم فقط حاجه، كونكم رجال ولا مره في حياتكم، رغم انه الكذاب ولا مره يكون راجل، انا بالنسبه لي واحد روج بأن المباراة تعاد ماكش راجل، وما تقدرش أنا ما نقدرش نشوفك راجل لأنك كذاب، صفة فيك كذاب، ما تقدرش تكون راجل. أي واحد قال أن الماتش يتعاود ما نقدرش نتخيلك راجل حقيقة، سبحان الله، لأنه كذبت على ولاد بلادك. رغم أنه بعض العاطفيين يستهلوا أنه الناس تكذب عليهم صراحة، لأنه يعجبهم الحال، وحتى الآن مازال عجبهم الحال، لكن انا نقول لكم بانه الواقع هو انا اعطى الحق لبيتكوفيتش، وبيتكوفيتش ما غلطش في بليلي، وبليلي لاعب موش محترف صراحه، وتواجده في المنتخب الوطني في منتخب عنده تكتيك ما يقدرش يلعب، راه شفنا في اوروبا ما نجحش،
ما نجحش بريدي يلعب في فريق يلعب بطريقة طريقة ما فيه ما كاينش تكتيك في الفريق هذاك. لما يكون تكتيك وتكون صارمة تكتيكية وأنظمة تكتيكية بريدي ما ينجحش صراحة. وبيتكوفيتش لما قال الكلام هذاك عن قناعة والوقت أنصفه. سينو فهموا انتم اللي كنتوا تهضروا على سجل 4 اهداف ولا 3 اهداف على فريق صومالي كليتوا الدنيا، وين راكم الان؟ عندي بزاف ما سمعتكمش، عندي بزاف ما سمعتش كلامكم عليه. كيفاش فهمونا؟ وبن رحمه مازال يسجل وراه يسجل ويدير تمريرات، التمريره التاليه اللي دارها هي حسره. روحوا شوفوا الصفحه تاع اليوم تشوفوه التمريره التاليه اللي دارها اللاعب الجورجي، تحفه 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 تحفه. المنتخب تاعنا على الطريق الصحيح، وباذن الله نتاهلوا لكاس العالم ورايحين نفاجئوا العالم ان شاء الله وبحول الله. انتهى زمن الشعبويه والعبوديه والتقديس، الان حان وقت العمل ثم العمل ثم العمل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.